اگر آپ درد شقیقہ میں مبتلا ہیں یعنی آپ کے آدھے سر میں درد رہتی ہے یا پورے سر کے اندر ہلکی ہلکی درد رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی یادداشت کمزور ہو چکی ہے طبیعت بے چین رہتی ہے یا درد سر کی وجہ سے بار بار الٹی کی کیفیت ہوتی ہے حد سے زیادہ غصہ آتا ہے چڑچڑاپن ہوتا ہے تو اپنے اس درد کا علاج رب کے قرآن اللہ کے کلام سے کیجئے انشاءاللہ آپ اس دم الرقیہ کو صرف 11 دن تک صبح و شام سنیں اللہ کے فضل سے اللہ کے کلام کی برکت سے آپ کا سر میں جو درد رہتا ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا یابی عطا کرے گا تو اس دم کو سننے کے لیے بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس مکمل دم کو سنیں سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 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 ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اور ہم نے اس قرآن کو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کے نازل کیا ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأن
أنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إلا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير
اب هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار بسم الله پڑھ کے سبھی اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیں بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذره 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 بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك اپنا ہاتھ اپنے سر سے اٹھا لیجئے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. واشف أنت الشافي، واشف أنت الشافي، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم.